بعد إصدار القرار الموجه من القيادة العامة لمنع المظاهر المسلحة، قمنا بتسيير دوريات أمنية داخل الأسواق الشعبية والأماكن المكتظة بالسكان لمنع المظاهر المسلحة، والحمد لله هناك استجابة كبيرة من قبل العسكريين لمنع المظاهر المسلحة. نحاول بقدر الإمكان التعامل بكل أريحية مع إخوتنا العسكريين لمنع المظاهر المسلحة، والحمد لله هناك استجابة كبيرة من قبل العسكريين، وهناك إقبال ومباركة كبيرة من المواطنين على هذا القرار الصائب. هذا من افضل القرارات اللي شفناها لحد الان، فنحن كنا نتمنى انه القرار هذا لو كان طالع مثلا من فتره طويله وما متاخرين فيه. فالحمد لله يعني صارت في راحه على مستوى المدينه يعني، وشفنا القرار وشفنا النتائج كانت بالفعل كويسه واعطت طابع مدني للمدينه، ونحن نتمنى انه القرارات تكون مثل هالقرار هذا يعني، يسرعونا بقرارات تكون إيجابية تساعد بنهضة البلد، تعطي منظر جمالي وحضاري للبلد، ونتمنى إن شاء الله الأمور تكون الأفضل.